قانون الايجارات القديمه. احنا بقى لنا سنين طويله بنتكلم عن قانون الايجارات القديمه وانا اعتقد ناقشته في كل البرامج اللي في حياتي عملتها واعتقد مجالس النواب المختلفه ناقشوه كتير وحتى الان لا حل. يعني يمكن اكتر موضوع حصل خلاف فيه في كل البرامج اللي عملتها وحتى على السوشيال ميديا كان بيبقى فيه يعني هجوم فظيع عليا لما اتكلم عن هذا القانون مع ان انا يعني لا ناقه لي ولا جمل في الموضوع ولكن احنا بنسال والجيل اللي قبل حضرتك آه. برضو كان بيناقش. آه ولم يجرؤ مجلس نيابي ولم تجرؤ سلطه تنفيذيه على انهاء هذا الامر انهاء جذري بتحرير ليه العلاقه ليه؟ الا ليه؟ الدوله المصريه الحاليه اه في ايه بقى هم. اولا انا خلصت الشخصيات الاعتبارية وده في حد ذاته انجاز للملاك خلصناه حررنا العراق حررناها تحرير في ومتدرج وفي رشد كبير مع الشركات والشركات وال... كل الشخصيات آه. الاعتبارية يتبقى لغير غرض السكن يعني ناقص الملك والمشباحك. يتبقى يتبقى لا يتبقى الش... ال... ال... التجاري في ال... الانشطة الفردية آه. الانشطه الفرديه ما تبقاش يعني زي الاطباء زي أوه. المحاسبين زي المحامين آه كده يعني النشاط الفردي ثم السكني آه الحكومه الحاليه عملت مجموعه عمل مش لجنه يعني مجموعه عمل من وزير عدل والعبد لله ورئيس لجنه اسكان ووزير التنميه المحليه ووزير الاسكان آه المعنيين يعني كانت م. في الاول كانت مجموعه ثمانيه اربعه من الحكومه واربعه من البرلمان ومبادرة كريمة وضم... ضموا إليها بعد كده رئيس لجنة الدستورية والتشريعية في الشيوخ ومعالي الوزير إبراهيم هنيدي رئيس لجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وعقدنا كنا مخصصين كل سبت كده نجتمع في مكتب عمر بمروان وقربنا المسافات جدا خلي بال ده ده اجتهاد وتعاون غير رسمي لأن الأصل في الموضوع إن الحكومة بتعمل قانون تحيله إلى البرلمان نبعت نجيبهم نناقش وهناك نصدق نبعت لفخامه رئيس الجمهوريه يصدق ويشهر <applause> فاحنا قلنا من عشان القضيه قضيه شائكه وكانت مبادره طيبه من الدكتور مدبولي فجؤها نروح يلا بينا فكنا بنجتمع كل سبت حلينا تقريبا 80% 80% من <applause> الافكار بقى فيها توافق وهي قائمه على امرين التدرج ومبدا ما لا يدرك كله لا يترك, لا يترك كله واخدها بقى الحاجات عشان اقدر اوازن ما بين حقوق الملاك والذي يعني لا ي... لا يوجد احد يشكك فيها طبعا وما بين المستاجر احتياجات برضه. أوه. المستاجر أوه. الانسانيه وما... ومركزه الانساني ما ازاي بقى نعمل ده وصلنا أوه. وصلنا في افكار كانت جيده جدا مم. والاعلام قام بدور هايل في الموضوع ده وانا حييته اكتر من مره وبحييه برضه كل ما تيجي سيره الموضوع لانه كنا بناخد يعني افكار من الحوارات اللي حضرتك كنت بتعمليها وتستضيفي فلان وفلان انا ما اقدرش استضيف كل ده نوع من الحوارات المجتمعيه طبعا أوه. الاعلام قام بحوار مجتمعي يتجاوز جلسات الاستطلاع ومواجهه البرلمانات ممكن تعملها مم. فقربنا 80% جت حرب كورونا الحقيقه سوريا آه سوري جت حرب اوكرانيا مم. وكان هي كورونا حرب ليها كورونا فكورونا مع اوكرانيا حصل نوع من انواع يعني ايه التوقف إيه. في تحديات مع الحكومه برضو ايه يعني هم الله يعينهم مم. يعني هو آه عايز يوفر السلع الاساسيه الاكل بس أي. يعني الزيت اللي اديك شفت البيض كرتونه البيض انت كنت بالزبط. جايبها آه. فأنا شفتها في الحمد لله الحمد, الحمد لله نزلت اهي آه. فاخرت شويه ولكن ولكن الحقيقه ما حدث في مؤتمر كاب 27 والجرعه الايجابيه والطاقه الايجابيه اللي احنا كلنا راجعين بيها وايضا ما حدث في 11 11 الذي اكد على وعي هذا الشعب المحترم في بناء دولته وكان تجديد ثقه في قوه الدوله المصريه وثبات بنيانها يجعلنا نقول لا احنا ممكن نكمل احنا كويسين الحمد لله اه بتقابلنا تحديات صحيح لكن بنقدر نتعامل بيها رغم قطرتنا ورغم اختلافنا في الأراء فهذا الملف اه رئيس الحكومة قال نتمنى في الاجتماع ان احنا نخلصه قبل نهايه 2022 يا رب آه يعني لو اخد له <applause> كمان شهرين ثلاثه ما يضرش بس <applause> المهم يخلص يعني طيب بس بطمن حضرتك آه. ان بقى في وعي لدى الطرفين م. المستاجر بقى عارف ان لا هي العمليه مش انت مش قاعد مدى العمر وتورثها وان اخوك في كمالك اخوك في الوطن محتاج وفي وكثير منهم او بعضهم في حاله عوز مم. وانت عندك ممكن بعضكم عنده بدل الشقه شقتين فما يصحش والناحيه الثانيه المالك مم. اللي يقولك لا اول اور نان يا عم ما فيش كده يخرج دلوقتي ما برضه ما فيش كده وصل الشعب المصري اسامي كبيره آه. فاكر حضرتك من كام سنه ما تناولنا الموضوع ده طلعنا اسامي كبيره وفنانين كبار عندهم الشقق الايجار القديم وبيدفعوا فيها 6 جنيه و10 جنيه وطلعنا كام اسم وقتها آه لا يعني النهارده انا بطمن حضرتك ان المجتمع المصري النسيج المهتم الشعبي آه آه المهتم في بالموضوع ده ومتصل بيه آه ولو مصالح فيه كان الأول خناقات رهيب، لا، دلوقتي الخناقات قلت قوي والتوافق الفكري قرب جدا جدا جدا